مين؟ سعيد أعمى. يعني ما بيسمعش؟ ما بيسمعش إيه؟ ما بيشوفش خالص خالص. حل الفنان رضا حامد ضيفا على الإعلامي أسامة كمال الاثنين الماضي. وقال رضا حامد في تصريحاته أن النجم عادل إمام ظلمه وتسبب في تجاهل موهبته. وأضاف حامد: أنا كنت بشتغل مع الأستاذ عادل إمام وحققت نجاحا كبيرا معه في المسرح، وعملت بعدها معاه في فيلم أمير الظلام ونجحت وكتب عني حلو جدا. ثم تابع: حد من الأشخاص القريبين من عادل إمام أخبرني بإني لم أعمل معه مجددا بسبب نجاحي، وقمت بتجديبه ورحت له المسرح وطلبت منه إني يرتب لي دور كخطوة تضيف لي أكتر في العمل الجديد اللي بيتم تحضيره. رد علي وقال لي: لا يا حبيبي، خلاص أنا قدمتك وخلاص، اشتغل بعيد عني. استغربت وقتها، لكن في المسرح أنا ما كنتش بضحك كتير، فكملت معاه في المسرح ساعتها. قلت علي وعلى أعدائي وكسرت الدنيا ضحك. وختم قائلا: سيد عبد الغني بعدها كان معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك. زعقلي وقال لي: عادل واقف في الكواليس، خلص بقى، انت هتترفد وانا هاخد 15 يوم كذا. بس ما همنيش، اشتغلت وقعدت اضحك الجمهور، وفي الاخر حصل خلاف من الادارة، كان وراه حد وتركت المسرحية. عزيز المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة، ما تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة، تابعونا.